خلاماكم فهل تذنوا لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم كذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا فنزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فضنا وفعل شيعتنا ورب القعبة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا محمود بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا علا بحق علي عليه السلام يا فاطر السماوات بحق سيدة النساء العالمين سلام الله عليها يا محسن بحق حسن المجتبى عليه السلام يا قديم الاحسان بحق مظلوم کربلا مولا امام حسين عليه السلام وذريات المعصومين عليه الصلاة والسلام اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجت يا مولا يا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تحلکنی بحق جدات سیدہ سلام اللہ علیہا پالنے والا محمد و آل محمد عزت و عظمت دا صدقہ عائد عظیم دین دی عظمت دا واسطہ سیدت النساء العالمین سلام اللہ علیہا دا ظہور پر نور دا صدقہ مالک خالق اللہ حدیث اقسام مجلس ازال لنگر نیاز خرچ اخراجات اپنی بارگاہ الہی قبول و منظور فرما کریم اللہ اجر ثواب
خورشید احمد خان کلاچی دے والدین مرحومین دے روح تک پہنچا کریم اللہ مرحومین دے درجات بلند فرما صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما جوارے مظلوم کربلا وے جگہ عطا فرما کروا کروا جنہ نصیب فرما مظلوم کربلا دی شفاعت نصیب فرما عظمت آل محمد صدقہ بانیان مجلس دے مال جان رزق عزت آبرو دی حفاظت فرما انہ براواں کو آپس اتفاق و اتحاد نصیب فرما رزق حلال وسیع و وافر عطا فرما انہ دے پردے حصے دی محافظت فرما انہ دے گھراں دے رحمتاں دے نزول فرما دین دگنی راہ چگنی ترقی عطا فرما میں سمیت حاضرین دے مرحومین دی مغفرت فرما اسا ساریاں کو واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما حج و زیارات دی سعادت نصیب فرما آل محمد عزت و عظمت دا واسطہ عہد عظیم دی عظمت دا واسطہ بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما چہار دا معصومین دا خالق عہد عظیم دی عظمت دا واسطہ بیمار مومنین کو صحت کاملہ عطا فرما نسیم عباس کو مومن مخصوص کو اور مومن مخصوصہ کو جو جو تکلیف ہیں دور فرما آل محمد عزت و عظمت صدقہ پریشان حال مومنین دے پریشانیاں دور فرما تنگ دست مومنین کو رزق حلال وسیع و وافر عطا فرما جو مقروض ہیں قرض ادا کرن دی توفیق عطا فرما جو مومن سفر چن سفر با خیریت فرما جو مومن حج و زیارات اراد رکھدن حج و زیارات تو مشرف فرما عالم اسلام دی خیر فرما مذہب حق دا بول بالا فرما اسلام دے دشمنہ کو نیست و نابود فرما این علاقے کو امام بارگاہ کو پایہ تکمیل تک پہنچا این علاقے کو تا قیامت آباد و شاد فرما مومنین کو واپس اتفاق و اتحاد نصیب فرما کریم اللہ اصل حقیقی وارث دے ظہور تاجیر فرما آقا دی زیارت تو مشرف فرما اللہم تقبل دعانا بحق صاحب العصر والزمان برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد.